ترقية وتوسيع شبكة السكة الحديدية على المستوى الوطني، وتكملة لخط السكة الحديدية للهضاب العليا الرابط بين مختلف ولايات الهضاب من الشرق إلى الغرب. استفادت ولاية المسيلة بحكم موقعها المهم من عدة مشاريع لإنجاز خطوط للسكة الحديدية. في مقدمتها الخط الرابط بين المسيلة وبغزول على مسافة 151 كيلومتر وفق معايير حديثة بسرعة 160 كيلومتر في الساعة، وتدعيمه بأنظمة عصرية متطورة للإشارة والاتصالات. يتضمن هذا الخط إنجاز 51 جسرا وأربع محطات: محطة بغزول لنقل البضائع والمسافرين، محطة البيرين بولاية الجلفة، محطة بوطي السايح، ومحطة عين الحجل لنقل المسافرين، فيما ستوجه محطة المسيلة لصيانة عتاد السكة الحديدية. تسير الأشغال بوتيرة إنجاز عالية، بحيث تم الانتهاء من إنشاء أغلب المنشآت الفنية ووضع السكة لأكثر من 100 كيلومتر. وأوكلت مهمة إنجاز هذا المشروع لمجمع شركات وطنية تمثلت في كوسيدار للأشغال العمومية. رئيس مجمع الشركات مهامها متعلقة بتسطيح أرضية المسلك، إنجاز المنشأة الفنية والمحطات، وكذا وضع السكة. كوسيدار للمنشآت الفنية مهامها تتمثل في وضع الهياكل القاعدية للخط بنسبة 60%. سيرور تساهم في وضع الهياكل القاعدية للخط بنسبة 40%. أنفراراي تختص في وضع السكة الحديدية بنسبة 30%. أستال مهامها تجهيز الخط بأحدث أنظمة الإشارة والاتصالات. أما متابعة الأشغال فأوكلت لمجمع مكاتب الدراسات سيتيراي، رئيس مجمع مكاتب الدراسات، وسيدام وسيرور. وفي الأفق مشاريع قيد الدراسة تربط ولاية المسيلة ببسعادة وصولا إلى ولاية الجلفة على مسافة 170 كيلومتر، وكذا ربط عين الحجل بمدينة سور الغزلان على مسافة 60 كيلومتر. هذه المشاريع ستمكن من تنمية هذه المنطقة وتنويع وسائل النقل عبرها.